نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء المتداولة بشأن تحذير وزارة الأوقاف من إقامة صلاة التهجد بالمساجد خلال شهر رمضان مع توقيع جزاء على من يخالف ذلك القرار من العاملين بالوزارة. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المنشورات المتداولة قديمة وتعود لعام 2021 تماشيا مع تعليمات لجنة مكافحة كورونا والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا آنذاك، مشددا على أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي توجيهات بهذا الشأن، وموضحا أنه سيتم تنظيم صلاتي التراويح والتهجد خلال هذا العام وفقا لكل مديرية أوقاف حسب ظروف وطبيعة كل مسجد، مع التأكيد على أهمية التخفيف عن المصلين.